Good morning. Today's lesson is about addition, subtraction, and multiplication. درسنا لليوم هو مراجعة للجمع الطرح والضرب. أول شيء حنبلش بالجمع. عنا 1416 plus 1847. 1416 زائد 8847. أول شيء بنجمع الونس يلي هن 6 و 7. 6 plus 7 قديش هي 13. 6 زائد 7 13. بنحط 3 بالونس و 1 بنحطها فوق التنس. طيب هلا بدنا نجمع التنس يلي هن 1 و 4. 1 plus 4 هن 5 وعندنا 1 فوق التنس بنجمعها معهم بتصير 6. 1 زائد 4 5 والواحد يلي فوق بنجمعها معهم بتصير 6. هلا بدنا ننتقل للهاندردز. 4 plus 8 قديش 4 زائد 8 هي 12. 12 بنحط 2 بالهاندردز 1 فوق الثاوزندز. بدنا نجمع الثاوزندز اللي هن 1 وال 8. 1 plus 8 هي 9 وعندنا 1 فوق فبنجمعها معها بتصير 10. قديش طلع معنا الجواب؟ 10263. 10263. هلأ بدنا نشوف subtraction. بدنا نراجع subtraction يلي هي الطرح. عنا 7709 minus 3865. 7709 ناقص 3865. 9 minus 5 equal 4. 9 ناقص 5 4. 0 minus 6 ما بتزبط. 0 هي أصغر من 6. فشو بدنا نعمل؟ بنستعار من 7. نستعار 1 من 7. 0 بتصير 10 و 7 بتصير 6. 10 minus 6 قديش هي 4. 6 minus 8 ما بتزبط. 6 هي أصغر من 8 فمنستعار من 7 بتصير 16 و 7 بتصير 6. 16 minus 8 هي قديش؟ 8. 16 ناقص 8 هي 8 هي 8. هلا 6 minus 3 6 ناقص 3 هي 3. The answer is 3844. الجواب هو 3844. هلا بدنا نراجع الضرب. عندنا 41 times 23. 41 ضرب 23. اول شيء بنعمله هو انه بنحط الونس على الونس، تنس على التنس. الونس شو هني؟ ال1 وال3. تنس شو هني؟ ال4 وال2. اول شيء لازم نعمل نضرب ال3 بال1 بنرجع نضربها بال4. 3 times 1 قديش هي 3. 3 ضرب 1 هي 3. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ بدنا نضرب 3 بال4. 3 times 4 قديش؟ 3 ضرب 4 هي 12. بنحطها مثل ما هي. هلا بدنا ننتقل لل2. بس قبل ما ننتقل لل2 شو بنعمل؟ لازم نحط 0 بالونس. وين بنحط الزيرو لحتى ننتقل لل2؟ بنحطها تحت ال3. بنحط 0 تحت ال3. هلا منبلش بنضرب ال2. اول شيء بنضرب ال2 بال1. 2 times 1 قديش؟ 2 times 1 equal 2. 2 ضرب 1 هي 2. وين بنحط 2؟ بنحطها عمالة شمال من الصفر. طيب بعد ما ضربنا 2 بواحد، 2 بشو بدنا نضربها؟ 2 بدنا نضربها هلا ب 4. 2 times 4 قديش بتعطينا؟ 2 times 4 equal 8. 2 ضرب 4 هي 8. لنطلع الجواب النهائي لل 41 ضرب 23 شو لازم نعمل؟ لازم نجمع ال 123 زائد 820. 3 plus 0 قديش؟ 3 زائد 0 قديش؟ هي 3. طيب 2 زائد 2 قديش؟ 2 plus 2 هي قديه؟ هي 4. 1 plus 8 هي قديه؟ هي 9. الجواب اللي طلع معنا هو 943. 943. يعني 41 times 23 equal 943. 41 ضرب 23 تعطينا 943. هلأ عنا فرض. أول شيء عنا subtraction. بنحط الرقم الكبير من ميلة فوق والرقم الصغير من ميلة تحت ومنقصهم من بعض. تاني شيء عنا addition. بنحط الأرقام فوق بعضهم وبنجمعهم.
وآخر سؤال لليوم هو الضرب. منحطهم فوق بعض ومنضربهم مثل ما تعلمنا. Goodbye my friends.